أمه لا تنزعي فالحافظ الله مؤامرة على القيم، هذا هو عنوان هذا اللقاء. أمه لا تنزعي فالحافظ الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم إننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين، على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك، وأكرمنا بهذا الاجتماع الطيب في هذا البيت الطاهر الطهور المطهر من بيوت الله، وفي هذه الروضة من رياض الجنة كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. سائلين الله جل جلال الله كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته وفي مستقر رحمته، في دار لا يبلى شبابها ولا يتكدر صفوها، ولا يتنغص عيشها، ولا يتغير سرورها، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. مؤامرة على القيم، هذا هو عنوان هذا اللقاء. من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة تهيم على وجهها في بيداء الضلالة وظلمات الحيرة، فبعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بقوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج إنما ينير في محلولك الظلمات، فالأمة كانت في ظلمة، فكان محمد سراجها صلى الله عليه وسلم، هو السراج الذي أضاء سدفة الليل وجل الظلمات. وقد أوحى الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بمنهاج قويم وشرع
محكم حكيم. هذا الشرع زكاه الله وأثنى عليه فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، وقال: دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع هذا الشرع. أول مأمور باتباع شرع الغفور هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل بهذا الشرع هو أول من أمر باتباعه وألزم باتباعه. قال الله له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولم يأمره بالاتباع فحسب، بل أمره سبحانه وتعالى بأن لا يحيد عنها قيد أنملة، يتمسك تمسكا تاما بهذه الشرعة دون أن يحيد عنها ولو شيئا يسيرا. وحذره غاية التحذير من أن يميد أو يحيد وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الحيد أو الميد، ومع ذلك حذره من أن يتنازل أو يزايل هذه الشرعة ولو شيئا يسيرا. فقال له: فلولا إذ ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال له سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن ما المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المطلوب منه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الشريعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أوحي بها إليه، وأمر بالتمسك بها وعدم التنازل عنها، وأمر بالاستقامة عليها. وبما أمر به النبي أمر أتباعه، بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أتباعه. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا محذرا من أن يتنازل أتباع هذه الشريعة عن شيء منها أو الحيد عنها أو التذبذب في قبولها، قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيرة لهم في الأخذ وعدم الأخذ والقبول وعدم القبول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، إيش يقولوا؟ سمعنا وأطعنا. ثم وعد بعد ذلك بالوعود العاجلة والآجلة لمن امتثلوا هذا الرسم الرباني. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا، لم يتنازلوا عن شيء من دينهم،
لأنه التنازل عن شيء من الدين علة ومن أسباب السقوط في هاوية غضب الله، لأن الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله بغافل عما تعملون. وكذلك قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الاستقامة تصل بالملأ الأعلى بالملائكة، تربط الأرض بالسماء. الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، والملائكة تصحبهم في طريقهم هذا إلى أن يدخلوا الجنة. قل لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعند وفاتهم الذين تتوفاهم الملائكة تتلقاهم الملائكة، وفي الجنة والملائكة يدخلون عليهم، فهم مع الملائكة في حياتهم وعند مماتهم وفي بعثهم وعلى باب الجنة وفي الجنة. فالالتزام والاستقامة لها ثمرات عاجلة وآجلة. من عاجل ثمرات الاستقامة قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه وعود الله سبحانه وتعالى المستقيمين في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش طيلة حياته ملتزما وملزما بهذا المنهاج الذي أوحى الله تعالى به إليه، بهذا المنهاج ولهذا المنهاج وفي هذا المنهاج عاش عليه الصلاة والسلام. ولا نتصور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد قصر ولو شيئا يسيرا في تبيان هذا الدين أبدا وإطلاقا. دعك من الروايات المتهالكة المتهافتة التي هي من صميم المؤامرة على الدين، اللي تقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين بعض ما أمر بتبليغه. من الذي يستطيع؟ البخاري يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند لحظة الموت قال أتوني بكتاب أكتب لكم أمرا لا تختلفون من بعده، فقال الصحابة دعوه فإنه يهذي. الصحابة يقول دعوه فإنه يهجر، يعني يهذي. هذا كلام يقال، هذا كلام لا يقبله إلا مبرسم، لا يقبل إطلاقا. لأن الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه أمته هو بأمر الله، والله تعالى قد عصم نبيه من أن يحال بينه وبين تبليغ رسالة ربه إطلاقا أبدا. فلو كانت هذه الرواية صحيحة، ولو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تبليغ أمته أمرا فهو أمر من الله، ولا يمكن أن يحول بين أمر الله وبينه حائل إطلاقا. من ضمن فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه انتهى. أن تأتيك بعض الروايات من بعد سأناقشها هذه في هذه المحاضرة إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك أمته كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ
عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا واحد يبصر الحق ثم يحيد عنه. تركتكم على مثل الشمس في ضحاها، بينة جلية واضحة لا يفارقها ولا يزيغ عنها إلا هالك، غير معذور أبدا، غير معذور أبدا. لتمام وضوح الرسالة التي أبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وما غادر النبي هذه الفانية إلا وقد أقام أمته على هذه المحجة القرآنية التي أنا في هذه المقدمة أوضحت بعضا من معالمها. وإلا التأكيد والتوكيد على أن دين الله مستقيم، وهذه قضية لابد من أن تكون واضحة في ذهن كل مسلم، أن نهج الله مستقيم وأن من أراد التزامه يجب أن يستقيم استقامته إطلاقا. لا يقبل الدين أحدا يواليه موالاة فقط ثم يعوج في بعض المطالب ويعوج عن بعض الواجبات، لا يقبل الدين هذا أبدا. هذه يجب أن تكون حاضرة في الأذهان، وهي التي أكد عليها القرآن. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفانية تاركا وراءه منهجا زكيا واضحا بينا، غير أن زكاء المنهج لا يدل على زكاء أتباعه. نحن نزكي منهج الله، يعني نحن لما نقول نحن أهل الحق والاستقامة، يحزنني أن بعض العقليات أحيانا تقول هذه تزكية للنفس، ولا أي نفس؟ وين هذه النفس اللي زكيناها نحن؟ نفس موذة. نحن نزكي منهجا زكاه الله، أهل الحق. أين النفس التي زكيناها؟ نحن نزكي منهجا ولا نزكي أشخاصا، نزكي منهج، وتزكية المنهج شيء وتزكية الأشخاص شيء آخر. هذا المنهاج حق واستقامة، ايش كان في ذلك؟ اللي عاجبنا عاجبنا، ولا ما عاجبنا يشرب من هين يشرب؟ انتم ما عندكم بحرنا، من هين يشرب؟ ام الوادي؟ لا الوادي ما ينفع. نعم. فالواقع الإسلام هذا والدين هذا دين قيم زكاه الله، دين قيم، ولكن هذا الدين القيم المستقيم لا يلزم من تزكيته تزكية كل أتباعه، وتزكية مجموع أتباعه لا يدل على تزكية كل فرد منهم. تزكية المجموع لا يدل على تزكية الآحاد الأتباع. يعني لما الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتباع النبي، يقول عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا مدح مجمل وتزكية مجملة. وكذلك لما يقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا مدح مجمل، وإن كان بعض أهل العلم يقول ما مجمل لأن زكى المؤمنين وهذه تزكية ليست مجملة، فكل من صح فيه صح وصدق فيه وصف الإيمان فهو مشمول بهذا المدح. وكذلك يعني كل مدائح الله تعالى العامة في الصحابة أتباع المنهج لا يدل على تزكية كل واحد، وإلا الله تعالى يقول عن الأمة كلها، يقول عن الأمة كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس. والأمة فيها بلته هذا الوقت أنت تعيش، الأمة فيها بلايا. فالتزكية العامة لا تدل على تزكية الأفراد، صح ولا لا؟ متفقين على هذا؟ يك واحد يقول والإباضية يتكلمون في الصحابة، هذه مسألة يعني إما أن تدخل فيها بعمق ولا ابتعد في السيح، خليك في السيح بعيد بعيد تماما. لما تبحث ذي المسألة تقول الإباضية والصحابة ابحثها، إما أن تمعن في البحث
ولا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الشاحنة تلزم اليمين. نعم. لكن خذ هذه القاعدة تسلم. تزكية المجموع لا يدل على تزكية الأفراد. يعني لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك مثلا، كلهم العمانيين كذاك؟ إيش رأيكم؟ كلهم كذا؟ هذا حديث صحيح برز الأسلم في مسلم، لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك كلهم؟ لا ما كلهم، لكن هذا في المجموع من حيث مجموعهم، والأمر الغالب عليهم هذا، لكن هذا لا يدل على أن كل فرد من أفرادهم مشمول بهذا الوصف. فتزكية المنهج هذه من جادل فيها فقد هوى. تزكية المنهج من جادل فيها فقد هوى. لكن تزكية أتباع المنهج تزكية مجملة لا تدل على تزكية كل فرد. لهذا نجد أن الله تعالى يعني مدح الصحابة مدحا، أتباع النبي مدحا مجملا، ومع ذلك قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. من لا تعلمهم؟ من الذي لا يعلمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلمهم، وهم هذا لبعضهم أهل نفاق وبعضهم مرضى قلوب. وليقول المنافقون ومن والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. والذين في قلوبهم، وهذا الكلام هذا ليس في المشركين، هذا في أناس كانوا في المجموع المزكى، في المجموع الذي مدحه الله مدحا مجملا. هذين المرضى أهل النفاق ذيلا لم يستطيعوا إظهار ما في قلوبهم، هم مغتاظين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الأمة من صدفة الليل المحلولك المظلم إلى الضياء والنهار، والخفافيش لا تعيش في النهار، وهؤلاء خفافيش ما يستطيعوا يعيشوا في ضياء الشريعة، ما استطاعوا أن يتحركوا براحتهم تحت مجهر الوحي الشريف، فلذلك ما كانوا مرتاحين فيه، وكانوا لا يستطيعون أن يبدوا ما في سرائرهم ما يقدروا. قال الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. مشكلة، لأن الواحد تحرك كذا ولعب نزل الوحي قاصما، فما استطاعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا قرونهم، ولا في عهد أبي بكر الصديق، هم ارتدوا على أعقابهم فصلم رؤوسهم وبكر وخمدت الفتنة. وفي عهد عمر رضوان الله عليه هذا الرجل الهيبة هذا الشيطان يفر منه، فعاد خلك من هذا الأقزام، فما استطاعوا أن يظهروا شيئا. لكن بعد ذلك عاد وقائع أمواج مدلهمة متلاطمة من الفتن وقعت في الأمة، برزت عندها قرون الفتن، عاد الليل بسدفته ليخيم على الأمة، وعادت خفافيش النفاق تسرح وتمرح مرة أخرى في ظلمة الفتن والبلايا والمحن. لكن المنهج باقي، القرآن الكريم باقي. ماذا يصنعون في القرآن؟ هنا دخلت عدل المؤامرات التي نود أن نتكلم هنا. المحاضرة دي على كل حال هي مقدمة لما أريد أن أتكلم عنه في الواقع، وإلا الموضوع يطول. بعد ذلك هؤلاء صارت أهل النفاق صارت لهم الهيمنة على العباد والبلاد، صارت لهم الكلمة ولهم الصيت وفي أيديهم الأموال والسلطة،
فأشاعوا الفساد في البلاد، لكن بقي كتاب الله والرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمل الذين ما بدلوا تبديلا وما غيروا وما نكثوا، هؤلاء بقوا عقبة كداء. أما الصحابة منهم من قتل ومنهم من نفي ومنهم من اضطهد ومن وشرد، والقرآن الكريم ماذا يصنعون به؟ القرآن الكريم ماذا يصنعون به؟ بقي القرآن الكريم سدا منيعا أمام الفساد والإفساد. فجاءوا لك إلى نصوص القرآن الكريم وتلاعبوا بمعانيها لا بمبانيها، بالمعاني دون المباني، لأن المبنى النص القرآني لا يستطيعون أن يزيدوا فيه حرفا ولا ينقصوا حرفا، لأن الأمة قد وعته في صدورها وحفظته، فلو جاء جائن ليعبث بحرف لفضح يكشف مباشرة. فماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا انحرف المعاني. جاءوا على بعض الآيات القرآنية مثلا وقالوا أن أهل المعاصي، أن أهل المعاصي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، يبدو حد خارج ولا ايش؟ فهؤلاء مرضى القلوب الذين لا يستطيعون إلزام أنفسهم بشرع الله قالوا لا، نحن بنعبث بالآيات القرآنية. فجاءوا على بعض الآيات القرآنية وقالوا إن في القرآن ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، أما العمل، العمل من صلاة وصيام وزكاة هذه كمالات، كمالات يعني مثل يعني أنت لما تجي تقدم وجبة تقدم خضروات وفواكه مقبلات وبعدين تجيب فواكه مؤخرات، يعني هو كذاك بس، والوجبة الأساسية في القلب بس. يعني قالوا اختزلوا الإيمان كله في القلب، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، بعد ذلك الواجبات هذه تزيد الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان، يعني الإيمان بس ما دمت أنت شهدت تبقى مؤمنا، عاد بعد ذلك إيمانك ما بين زيادة بالطاعات ونقصان بالمعاصي بس. إيش الدليل؟ قالوا القرآن الكريم إيش يقول؟ يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي. خذوا لك ذي الآية وقال لك الله وصفهم بالمؤمنين مع أنهم بغاة، والبغي قرنه الله تعالى بالفحشاء والمنكر أليس كذلك؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فما عنها مقرونة بالفحشاء والمنكر والبغي إلا أن الله تعالى سمى الذين واقعوها أي سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين قالوا كذاك، طبعا هناك وجه آخر هو الوجه الوجيه في فهم الآية غمض عيونهم عنه وهم يعرفوه، لكن ما رام يقولوا لما؟ لأنهم هم باغين، أي يعني الغرقان يتعلق كما يقال بقشة، وهو أصلا غرقان الآن ويريد أن يخلص نفسه، غرقان في جرار الخمر، غراش الخمر مدورات به والرقاصات مدورات به ويسموه أمير المؤمنين والترف والأموال كلها، ما رايم يتخلص من هذا، ما قادر يتخلص من هذه الآفة التي هو فيها، ولا قادر يرتقي إلى سماء الإيمان وطهره ونقائه. فيمسك لك هذه النصوص ذي وهي التعلقات عشان يقول لك أنا بخير بعافية ترى مهما كنت، فيمسك لك هذه الآيات ويقول مع أن هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين أي باعتبار ما قد كان منهم قبل البغي، أي هم كانوا من المؤمنين قبل البغي، هذا معنى وإن طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين فيما كان للآن، واضح هذه؟
وإن طائفتان من المؤمنين أي الذين كانوا على الإيمان اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، لأن لا يمكن ربنا جل وعلا أن ينهى على شيء عن شيء وهو البغي ثم يمدح أهله بالإيمان، لا يمكن إطلاقا ينهى عن شيء ويذمه ويمدح أهله، هذا تناقض. فمسكولك هذه الآية وبنوا عليها جرائم، هذه الآية بنيت عليها جرائم، قال لك مهما فعل الإنسان من معاصي فإنه يبقى مؤمنا مهما فعل، والطاعات تزيد الإيمان والمعاصي تنقص فقط لكن يبقى مؤمنا. واستصحاب هذا الحال، هذا الحال ذي أن تصحبه إلى أن يموت كفيل بأن تكون سبيلا لنجاته يوم القيامة، كفيل بأن تكون سببا في دخول الجنة، وإن دخل النار أبشرك، حتى وإن دخل النار استصحاب هذه الحالة بيدخل النار وبيدخل الجنة بعدين، لأن النار أصلا عند هؤلاء بعدين ترى حتى النار سولها تكييف معين غريب جدا، النار عندهم ليست عقابة، لا هي ما عقاب، النار ليست عقابة بالنسبة لعصاة المؤمنين، النار حوض سباحة فقط يمرون به ويتطهرون ويدخلوا الجنة، يعني دخول النار، دخول النار تأهيل بس لدخول الجنة. وإن شئتم إذا رتبتم محاضرة ثانية بجيب لكم الكتب اللي تقول كذا، ترى ما من راسي هذا الكلام، كتبهم هي اللي تقول كذا، هالجماعة هم اللي يقولوا أن النار، ابن القيم أخبركم خذ على كذا يعني على الماشي، ابن القيم في كتاب مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة نص على ذلك، وجاب يعني هناك أقوال كثيرة، جمع يعني شبها كثيرة ليدلل فيها على أن النار سيأتي عليها زمان تفنى، ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، قال لأن ليس من الحكمة أن يعذب الله بما يدوم ما لا يد لما لا يدوم، أن يعذب الله بما لا يدوم ما لا يد على ما لا يدوم، الشرك منقطع فكيف يعاقب عليه بعقاب غير منقطع، يحاكم ربه، يعني هذا يتنافى مع الحكمة، يقول هذا من الحكمة. المهم هذه تشبثوا بها منهن، قال لك يبقى الإيمان في القلب وبعد ذلك الجوارح هذه إنما هي تزيد من قرب الإنسان من ربه، وإن عصى أبعدته، لكن بعد ذلك ما يمكن يحكم عليه بأن في النار، لا هذا بيدخل الجنة. فتحوا باب البلاء على مصراعيه وجابوا لك آيات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول الشيخ السامي رحمه الله قلت وقد أصاب عينيك العشاء، نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وبعدين إيش قال؟ لمن يشاء، ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت، قال لمن يشاء، يعني هناك من يشاء أن يغفر له وهناك من لا يشاء أن يغفر له ممن هو ليس بمشركين، فمن الذي يشاء أن يغفر له؟ وإني لغفار لمن تاب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومن الذي لا يشاء أن يغفر له؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هذه لقسمة اللي يعصي حتى يموت ومن مات كافرا. يقول لك كيف تجمع بين مؤمن زان وبين أبي جهل وإبليس؟ حاكم ربك، الله قال، الله هو الذي قال وليست التوبة للذين يعملون
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن واو المغايرة، هذه واو المغايرة، إن اللاغ غير المشركين وللذين يموتون وهم كفار. فهلا قسمين، ما قسم واحد، قسم عصاة ليسوا بكفار يعني ما مشركين، وقسم مشركين، وفي الأخير عاقبتهم واحدة ولا ثنتين؟ واحدة. فاللي يقول لك كيف تجمع بين مؤمن زان وبين أبي جهل وإبليس، قل الله جامع بينهم. انت عاد تبغى تفرق بينهم برأيك، تفرق براحتك يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. القرآن الكريم على كل حال لم يجدوا ما يتمسكون به في مؤامرتهم على القيم وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى، فجاءوا إلى السنة النبوية وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام مع واحد من الصحابة وقال له راكب معه، كان رديفة، فقال له جاءني لعله هذا الحديث، جاءني جبريل فقال لي بشر أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. قال الصحابي أفلا أبشر الناس يا رسول الله، أبشرهم؟ قال لا، ما تخبرهم. كيف تخبرهم؟ قال لئلا يتكلوا. عجيب، الله يقول يا أيها الرسول بلغ، كذا ولا لا؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو إيش يقول له؟ يقول له ما تخبر، هذا بينه وبينك سر. عجيب، هذا توافق ولا تفارق بين القرآن والحديث؟ تفارق بين القرآن والحديث. ويا أبو ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال 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 وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. يقول الشيخ جاعد بن خميس رحمة الله تعالى عليه، يقول وهذا حديث باطل لمصادمته للتنزيل، هذا ما يوافق القرآن الكريم، يباضي ينقح هذا الرجل. نعم، قال هذا يوافق، هذا يعارض التنزيل، لمعارضته للتنزيل. على كل حال، لكن البخاري، هو البخاري يقول يعني من شهد أن لا إله إلا الله قبل أن يموت وكان تائبا من فعله هذا دخل الجنة، كذا البخاري لما روى ذا الحديث في أكثر من موضع بعد أحد المواضع قال ذلك، وهذا تأويل حسن مقبول. وجاءوك بعد ذلك يعني على جائب وغرائب تآمروا على السنة، كل واحد يمطلق روايات مثل هذه الرواية التي ذكرتها لكم آنفا في مقدمة الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحتضر ويقول اعطوني ورقة وقلم أكتب لكم شيء لا تختلف يعصمكم من الخلاف من بعدي، أو كما قال أو كما روي. فقال أناس من الصحابة دعوه فإنه يهجر. الهجر في اللغة من معانيه الهذيان، من معاني الهجر في اللغة الهذيان، الهذيان يعني الصحابة قال يا رسول الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهذي، يليق الصحابة قال فيه من كذا؟ لا يليق. تآمر وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والتفاف على هذه القضية، قضية الخلود في النار. كثير أنا عجبت مرة أسمع واحد محاضر دكتور وأظن حتى بروفيسور ما دكتور، يقول الله بالنسبة لأهل النار قال خالدين فيها، ما قال خالدين فيها أبدا بالنسبة للعصاة، يعني حتى خالدين فيها تحتمل الجدل، ترى خالدين فيها. والخلد في اللغة، راجعوا قواميس اللغة، إيش معنى الخلد في اللغة؟ القرآن إن أنزلناه قرآنا إيش؟
عربية، والخلد في اللغة مش معناه الدوام والمكث والبقاء، ولا يوجد قاموس لغوي واحد يقول أن الخلود معناه الدوام المنقطع أو البقاء المنقطع، مش في اللغة مش من هين جابوها هذه الله أعلم، من هين جابوها؟ الله يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، صحيح والله إنها الأهوى تقود هؤلاء الناس، كما يقول الشيخ ابن عديم عليه رحمة الله تدعهم أهواؤهم في هلاكهم كما دع في ذل الإسار أسير. وهكذا جاءوا وتآمروا على السنة النبوية. طبعا هذا في المتقدمين، في المتأخرين الآن زماننا هذا هناك من يتآمر على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية بشكل آخر، منهم من يعزل السنة النبوية إطلاقا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبينا لما في كتاب الله ولا يشرع. طبعا هناك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر ونهى عن نواهي، لو التزمها الناس لحملتهم على شرع الله ومنهاجه القويم الأقوم، هم ما يريدوا يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أقصوها عن ميدان التشريع وقالوا السنة لا تشرع وإنما تبين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا ولم يكن مشرعا، التشريع في القرآن فقط، وأما السنة فتبين ولا تشرع. كلام عجيب جدا. طيب ماذا يقول هؤلاء في قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ هذه الآية واضحة جدا في أن النبي يشرع. كيف؟ لما كان الله تعالى في كتابه مشرعا قال الله وأطيعوا الله، ولما كان النبي مشرعا أفرده بالأمر بالطاعة فقال وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر ليس لهم تشريع مستقل، ولذلك إيش قال؟ وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. لما؟ لأن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله. بعض الزنادقة الآن يقول لك لا، السنة لا تشرع، تبين بس، السنة تبين، لا السنة تشرع. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بإذن الله، وجاءك بعض الناس يريدون أن يتقولوا في الدين بأهوائهم، وأنا هذا الكلام هذا خاصة أوجهه للشباب المرتادين لشبكات المعلومات، شبكات المسمى بالإنترنت، وأيضا الآن الواتساب وغيرها. هؤلاء الشباب أود أن أقول الفكرة هذه يروج لها بعض الناس، يقول العلماء هذه كهنوت، العلماء ذي ليش ذي العلماء؟ ليش مخلين علماء واسطة بيننا وبين القرآن والسنة؟ كنت عندك عقل وشغلة، عجيب، عندك عقل وشغلة، أي شغلة؟ نعم يوم تعطى مزرعة تهيس فيها، شغل عقلك هناك مزرعة وهيس وقرز، أما في شرع الله سبحانه وتعالى فماشي حاجة تشغل عقلك في مزرعتك، مسموح لك حتى لو تستوي ثور هياسة مش مشكلة عندنا، لكن دين ربي سبحانه وتعالى الله هو الذي يحدد من المخول له في الكلام فيه. الله هو الذي قال أطيعوا الله فالله يشرع، أطيعوا الرسول الرسول يشرع، وأولي الأمر منكم أي أولي الأمر لهم طاعة لأنهم أهل الفهم عن الله ورسوله، ولو كان الفهم لكل أحد لما خص الله أولي الأمر بالطاعة. فهمت ذي؟ لو كان كل حد، كل من دب ودرج له أن يتكلم في شرع الله لما خص الله أولي الأمر اللي هم العلماء لما خصهم بالذكر والطاعة. أيضا الله يقول ولو ردوه إلى الرسول، وبعد وإلى من؟ وإلى أولي العقل، لا أولي العقل يمكن، لأنهم يقول إحنا بعقلنا، كل واحد عنده عقل يهيسبه، اللي عنده عقل يشغله، ما كذا؟ الله إيش قال؟
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن هؤلاء يريدون أن ينحى العلماء، العلماء خلوهم في صوب واتركوا لنا الدين كذا، وتعال جابوا الآن خذ لك الدين. هم لما طبقوا هذه القاعدة عليهم بعضهم فسق من الدين ومرق، هم لما طبقوها على أنفسهم صاروا عبرة للناس وعظة للمتعظين. هم لما طبقوا هذه ما واحد داخل دار الموسيقى هذه وعجبتنا، قال واستمتعت كثيرا بهذا، استمتع كثير الشيخ وايد عاجبني أنا. هو هذا من ضمن دعاة إسقاط العلماء، وأن ينتزع الدليل من مصدر القرآن. دخل وقال أعجبتني الموسيقى وذكرتني بأيام الخوالي، بأيام الكبار، يعني أم كلثوم ورباعتها الكبار. عجيب جدا حقيقة. إسقاط العلماء يعني أن يكون الناس هملا همجا. واضح هذه؟ العلماء هم أقمار الدجنة. إذا ما ذهب العلماء وقع الناس في الظلمة. وهؤلاء تآمروا على شرع الله، قال لك العلماء خلهم صوب وكل واحد عنده عقل يشغل. كيف يعني شغل؟ كل واحد عنده عقل شغل. كنتوا حتى من غير العلماء تعرفوا تقرأ القرآن؟ صدقني من غير العلماء هذا القرآن لو جيت تشغل عقلك فيه من غير العلماء لن تستطيع. أكبر خريج جامعة إذا لم يتلقى العلم من في شيخ لا يستطيع أن يقرأ القرآن. الآن أبرهن لكم برهن، مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم كيف تكتب؟ ألف لام ميم. وأول بقرة وآل عمران ألف لام ميم، ذلك الكتاب تكتب بنفس الطريقة التي تكتب بها ألف لام ميم في البقرة، تكتب بنفس الطريقة التي تكتب بها ألم، أليس كذلك؟ وجيت حواحد بروفيسور أكبر شهادة وجيبها فرقتين، أنا فنيتي إن وحدة منهن ألف لام ميم ووحدة ألم، وأعطيه الورقة وأقول له ما الذي عانيته بألف لام ميم؟ أين وحدة ألف لام ميم والثاني ألم؟ يلا خبرني. كانت شاطر، وإذا كنت فحلا وابن فحل بسم الله. هات يستطيع محال إلا على يد شيخ. فهذه وحدة تعلمنا أن الشرع يتلقى تلقيا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله أميا لا يقرأ ولا يكتب ليكون معلما يتلقى الشرع تلقيا. لما يسألوا عن مسألة يعرفه يقول لا أدري حتى أسأل جبريل، وجبريل يقول لا أدري حتى أسأل رب العزة، أليس كذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يلقى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. فالله تعالى هو الذي يلقيه القرآن عن طريق الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحيانا بعض الأشياء لا يمكن أن يقرأها الأمي. مثلا هي كاف ها يا عين صاد، محال أبدا، هذه عصا. عين صاد ألف مقصورة، هذه أنا طبيعي من السهولة أن أقولها لأني أقرأ وأكتب. لكن عصا يمكن أن أقولها أنا ويقولها من لا يقرأ ويكتب، صح ولا لا؟ عصا يمكن أن يقولها العام والمتعلم. لكن الفرق بين العام والمتعلم أن المتعلم يستطيع أن ينطق حروف الاسم ومسمى الحرف، مسمى الحروف وأسماء الحروف يستطيع أن ينطق بها. أما العامي فإنه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف ولا يستطيع أن ينطق أسماءها. يعني العامي يقول لك باب، لكن مستحيل أن يقول لك الأمي باب باء ألف باء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا ما لكم لا تنطقون؟ إذا ما واضح نعيد ولو إلى الفجر، ما إيش كذا.
الأمي يستطيع أن يقول باب، لكن هل يستطيع أن يقول باب باء ألف باء؟ ما يستطيع. لكن لو جاءك جدك، جدك الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقال لك باب باء ألف باء، إيش تقول له؟ من أنبأك هذا؟ صح ولا لا؟ لأنك ما يمكن أن يكون هو يعرف من نفسه، لابد أن يكون تلقنها تلقنا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجح المشركين وهو ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، ويقولهم كاف ها يا عين صاد، يقولوا من أنبأك هذا؟ إذن الدين هذا بتلقين، الدين ذا بتلقين، الدين ذا يلقن تلقينا. ما يجيك واحد يقول لك بعقلي. الشيخ السالمي رحمه الله له في العقد الثمين جواب طويل جدا أحيلكم إليه في العقد، في العقد الجزء الأول. سألوه عن الذكي اللي عنده عقل وذكاء وفهم والمعية ونبوغ، هل له أن يقول في الدين برأيه؟ أطال الجواب في ذي المسألة. قال لا، من قال لك إني أحق له؟ هذا وإن كان ذكي وفاهم ونابغة، أيعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه والعام من الخاص؟